سلسلة الأمراض والظواهر الفسيولوجية في نباتات الخضر، القرص المتورق في القرنبيط والبروكلي. الأعراض: يتكون حول تفرعات قرص القرنبيط والبروكلي أوراق خضراء، وتسمى هذه الأوراق قنابات، وتستطيل تلك القنابات الجالسة المتكونة، وتبرز أو بمعنى أصح تخرج من خلال القرص على شكل تراكيب ورقية، مما يقلل من القيمة التسويقية للأقراص. وتتباين أصناف القرنبيط والبروكلي في شدة حساسيتها لتلك الظاهرة، أي تعتبر صفة وراثية متأثرة بدرجة الحرارة المرتفعة. الأسباب: أولا القرنبيط، تحدث ظاهرة القرص المتورق إذا تعرضت النباتات بعد تهيئتها لتكوين الأقراص بفترة قصيرة لدرجة حرارة مرتفعة أعلى من الحرارة المثلى لتكوين الأقراص، والتي تتراوح درجة الحرارة المثلى ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية. كما قد أدى رش نباتات القرنبيط بالإيثيفون إلى تكوين تلك الأوراق في القرص. ثانيا البروكلي، تحدث ظاهرة نمو الأوراق في الرؤوس عند ارتفاع درجة الحرارة مع توفر ظروف محفزة للنمو الخضري الغزير، مثل زيادة الرطوبة والتسميد النيتروجيني. الوقاية: تجنب زراعة الأصناف أو الهجن الأكثر حساسية في القرنبيط، أي تجنب زراعة هجن أو أصناف المناطق الباردة في المناطق التي قد ترتفع فيها درجات الحرارة. 2- مراعاة الاعتدال في التسميد خاصة النيتروجيني عند زراعة البروكلي. وإلى لقاء إن شاء الله مع أسباب تنفيل الخيار أو انخفاض نسبة عقد الأزهار في الخيار، سواء في الصوب أو الحقول المفتوحة، وكيفية خفض حدة هذه الظاهرة.